لن نتوقع بتاتا استمرار هذه الحرب لمدة 11 شهرا وقرب تعدي على العام. صراحة كل ما نتمناه في هذه الحرب وخاصة وما نتمناه من العالم التدخل لوقف هذا النزيف، وقف هذه المعركة، وقف هذه الحرب. نحن جميعا ضحايا، نحن مدنيون ضحايا. خشينا على السنة، عدنا خشينا على السنة وإحنا الساعة مش مخلص الحرب. يعني كل يوم شهداء، كل يوم خسائر في الأرواح، شيوخ، أطفال، صغار، بكفي عن جد والله العظيم تعبنا. حالي في هذا العام أو ما يقارب العام من النزوح مثل عشرات الألاف أو مئات الألاف من النازحين، كلنا نسير في مركب واحد وأحوالنا هو حال واحد، الألم والوجع، قصف ودمار واغتيال واستشهاد وكل ما تحمل الحياة من مآسي ألم بالشعب الفلسطيني خاصة أهالي غزة النازحين باتجاه الجنوب.